مساء الخير مشاهدينا ومساء الخير للفنانة أميرة محمد. مساء الورد. حياك الله. أميرة مختفية عن الساحة الفنية، لا حس لا خبر، فترة وينك فيه؟ شوف، يمكن الفترة اللي احنا ظهرنا فيها، وأنا أتكلم عن نفسي، الفترة اللي أنا ظهرت فيها كانت في قلة وجود العناصر النسائية. يعني لما جيت الكويت الفنانات اللي كانوا موجودين ينعدون على الأصابع، منى شداد، لمياء طارق، هبة الدري، فجأة كل سنة يطلعون اثنين ثلاث ويوه جديدة في كل عمل. خذوا مكانك بصراحة؟ خذوا مكانك. شوف، الشيء الزين في جيلنا أو في أميرة محمد، إن لما تقول حق أي شخص هذا مش غرور، تقول له أميرة محمد خلاص الاسم مرسوخ في الذاكرة. الحين مع الجيل الجديد، أوكي صدق كلهم قاعد يطلعون ويوه جديدة، بس صعب قدنا نفرق بينهم. ليه ما تشرح لهم فلان اللي مثلت في هذا المسلسل لوكها كذي، يلا يتذكرون الاسم أو اللي يعرفون. يعني اليوم إذا بنزل للجمهور نقول لهم منو أميرة محمد راح يعرفونها؟ الجيلي أنا، ممكن الجيل الجديد يمكن كثير ما يعرفون أميرة محمد. اليوم صديقاتك في الوسط الفني، زهرة عرفات، شيماء، شيلاء، بنات سد، البحرينيات بشكل عام، الحمد لله ما شاء الله كلنا صديقات. زين، اليوم ما يرشحونك زميلاتك الفنانات البحرينيات للأعمال الكويتية؟ إذا كان بإمكانهم أنهم يقدرون يفرضون أو يرشحون، فيمكن زهرة في أكثر من عمل ترشح اسم أميرة محمد. بس أنا مش ناطرة يعني، ولا ألومهم ولا أشرح عليهم إذا هم ما رشحوني، لأن هم المسؤولين أنهم يرشحون أميرة. بس في المقابل أميرة لو كانت في أي عمل تسأل شنو في أدوار ثانية، منهم في إذا في دور في فلانة موجودة، في فلانة موجودة. يعني تلومينهم اليوم؟ ألوم. مع أنك قلتي إن زهرة زهرة للأمانة، زهرة يمكن هي سبب وجودي في الكويت في عام 2000 في مسلسل الاختيار، كانت زهرة عرفات. بس مو بديتي قبل زهرة بصراحة؟ بديت، بس لأن عمري أنا أصغر من زهرة، بعدين زهرة اللي ساعدها انتقالها للكويت وعاشت في الكويت وموجودة كانت في الكويت. هل صحيح اليوم أميرة تنازلتي عن أجرك وخفضتي للمشاركة في الأعمال الدرامية؟ شوف، هذا الشيء صار لازم نسويه في الأعمال الكويتية. أنا بتكلم اليوم كأميرة، عشان أشارك في الأعمال الكويتية لازم أن أنا أنزل من أجري، لأن في وايد فنانات طلعوا في الساحة، فأنا لما بيجيبني المنتج راح أكلفه في تكاليف سكن والتذكرة. علشان نجمات طلعوا ولا علشان تراعين المنتج؟ علشان ترجع أميرة محمد مرة ثانية حق مكانها في الدراما الكويتية. لازم أن شوي نقدم هذه التنازلات اللي كنا في السابق كنا نقول احنا ما نقدم اي تنازلات، لكن اليوم انا اقدم تنازلات اني انزل من اجري علشان ارجع مره ثانيه، لاني انا حابه هذا الشغل وعارفه ان مهما اشتغلت في الخليج، باحترامي حق كل الاعمال الخليجيه اللي انا قدمتها في الاربع سنوات، لكن غيابي عن الاعمال الكويتيه فرق كبير. يعني عمل على نجوميتك كثير، عمل واحد كويتي يوازي 10 اعمال خليجيه. يمكن الكلام كان عكس كلامك في السابق، خاصة بالدراما السعودية. لا، أنا دائماً أقول، ولين اليوم أقول، أنا البنت المدللة للدراما السعودية، وأنا سعيدة ومحظوظة بهالشيء. ودائماً أقول أنا أكبر شريحة لي جمهور السعودي. لو ما كان في جمهور سعودي ما كان في برامج ناجحة، ما كان في مسلسلات ناجحة، ما كان في نجوم خليجيين. إيش كثر نزلتي أجر جميل؟ نزلت وايد. يعني؟ لا، بعد شوية أكثر من أجرك اللي تستحقينه. أفهم من كلامك أميرة أن المنتج اليوم ما يشوف نجومية أميرة محمد، الأداء الفني اللي قاعد قدمه، وينظر إلى التكاليف المادية؟ شوف، بشكل عام مع احترامي حق منتجينا الموجودين، وأنا ما أقصد فيه شخص معين، بس الأعمال اللي صارت الحين ما يتم اختيار الفنان على حسب أداءه أو حضوره الفني أو قيمته الفنية، كثر ما يهمهم الشكل أو المظهر الخارجي. تتمنى أنت أميرة بطلالتك؟ لابد، وهذا شيء طبيعي، وأكيد لازم أهتم بطلالتي، بس هذا مش معناته أنه لازم حتى الشخصيات، على حسب الشخصية أو دور اللي بأدي. يعني ممكن أطلع في شخصية من غير ميك اب، ما عندي أي مشكلة. زي بالفترة الأخيرة قاموا يحطون لك صور قبل وبعد، يضايقك هالشيء؟ ما يضايقني، بالعكس. أنا أمس منزلة في السناب شات صورتي مع سيدة الشاشة حياة الفهد قبل 17 سنة وقبل أسبوع، يعني فرق 17 سنة بين الصورتين. أفتخر بهذا الشيء، بالعكس أنا أشوف نفسي جميلة قبل والحين أجمل. أنا متأكد أميرة إذا سألتك اليوم منو نجمة البحرين الأولى ما راح تجاوبين عليه. ليش ما راح أجاوب؟ ما راح يكون جوابي دبلوماسي، لأن في أحد اللقاءات، وأنا لين اليوم مقتنع بهذا الشيء، إن كانت وما زالت زينب العسكري، بس زينب العسكري اليوم غايبة، ما في فنانة يت مكان زينب العسكري. شو اللي كان موجود عند زينب واليوم يمكن موجود؟ زينب الشيء اللي كان يخدمها أكثر شكلها، كان يخدمها أكثر حتى من أدائها.
صارت نجمة زينة في وقت ما كان فيه فنانات أساساً موجودين بكثرة في الشاشة، فهاي السبب اللي خلى زينب لين اليوم ما ننساها وفي كل لقاء لازم نذكرها. معقولة اليوم يعني ما في أي نجمة تمتلك المواصفات اللي كانت عند زينب؟ أنا من وجهة نظري ما أشوف. حتى أنت؟ حتى أنا. زينب جميلة، كانت تمتلك كل مقاييس الجمال، أنا ما أشوف نفسي الجميل. أنا واقعية يعني ما أشوف نفسي الجميلة. جميلة. لا مو الجميلة، الجمال أنا لما تقارني بزينب مثلا بقول لك أنا مو جمالي جمال زينب. أنت اليوم من تشوفين الفنانة اللي اسمها تسوق؟ أنا أشوف ثلاث أسماء هي تسوق. سعاد عبد الله وحياة الفهد والحسن. وفي البحرين؟ في البحرين صاحب صعب نقول، صعب نذكر اسم معين. أسماء وايد عندكم. أوكي، ولو قلنا في البحرين زهرة عرفات أو شيماء سبت، عندنا فاطمة عبد الرحيم، عندنا سعاد علي، عندنا لطيف المجرن، عندنا شيلا سبت، عندنا أسامي كثيرة. ومنو اليوم يسوق أكثر؟ زهرة عرفات أتوقع. عندك مشكلة في تتغير أو كادر الأسامي نفس باقي الفنانات؟ أحياناً إيه، ما في مقاييس. لما تي ما في مقاييس، يعني ما يحطون على حسب الأقدمية أو على حسب دوره في المسلسل أو النجومية. في كل عمل تلقى المنتج أو المخرج هو بمزاجه يحط الفنان. يعني في مسلسل باب الريح علي كاكولي وحمد أشكراني حط اسمهم قبل اسمي، هاي الشيء وايد سبب لي صدمة في رمضان، بس ما حبيت أتكلم عنه، بس هو عمل. يعني إذا حطوا اسم فنان جديد بعدك وقاعد يحطون كيف ضايقك؟ أكيد يضايقني. زين اليوم هيفاء حسين، فاطمة عبد الرحيم، بنات سبت، إذا كان واحدة من الأسامي اسمهم قبلش ممكن تزعلين؟ اشتغلنا في طريق المعلمات، شيماء وهيفاء وزهرة عرفات أساميهم كانت قبل اسمي، بالعكس هذا الشيء صحيح ما زعلت، بس أكيد لو حطوا شيلاء ولا أبرار قبل اسمي أكيد هذا الشيء ما في أصلا ما يصير نقارن أساسا. أفضل من تعاملت معاه بالإخراج محمد القفاص، رمضان علي، محمد دحام الشمري. محمد دحام الشمري. تشددني أكثر في تمثيلها هنادي الكندري، مثينة رئيسي، أم فاطمة الصفي؟ فاطمة الصفي تستفزني، أحب أشوفها. أميرة محمد جاهزة للرد على الاتهامات؟ أكيد طبعا. أميرة محمد أنت متهمة بعدم حل سوء التفاهم مع الفنانتين العملاقتين حياة الفهد وسعاد عبد الله. ولا شك، انا ايش دخلني اي سوء تفاهم؟ في مشكله اليوم بينك وبين الفنانه سعاد عبد الله وحياة الفهد؟ لا بالعكس، فنانه حياة الفهد قبل اسبوع كنت متواجده معاها في القاهره تكريم في مهرجان، تقول لي وين انت مختفيه اصلا؟ هي سالتني هذا السؤال، قلت لها انا موجوده بس انتوا اللي ما قاعد تطلبونا في الاعمال. قالت لي لا، وعد بعد رمضان مسلسلها راح اكون موجوده معها ان شاء الله. والفنانه القديره سعاد عبد الله؟ انا دائما احس نفسي انا سعاد عبد الله بس صغيره، انا احس نفسي كذي. من اي ناحيه؟ شكل الشخصيه، بعيدا عن الاداء طبعا اكيد، يعني ما اشتغلت معها، يمكن التقيت معها في مسلسل واحد، مسلسل عيال الذيب، وأتمنى أن أنا أشتغل معها. أكيد هذا الشيء كل فنان يسعى هذا الشيء يتمنى، ولكن أنا متأكدة متى ما كان في الدور مناسب حق أميرة، متى ما أم حسوا أن هذا الدور مكتوب حق أميرة وأميرة موجودة نيب أميرة، ليش لا؟ ما في أي مشكلة ولا في أي خلاف، بالعكس. أميرة محمد أنت متهمة بالغيرة أثناء قراءة النص وقبل البدء في المسلسل. غيرة؟ شنو نوع الغيرة هذه؟ أول ما يصل لك النص أميرة تشوفين منو الادوار الموجوده ومنو الفنانات المشاكين؟ هذا شيء طبيعي اشوف من الفنانين الموجودين معك. ليش تلاحظين منو النجوم المشاكين وتهتمين وياثر على ادائك بعد؟ لا ما ياثر على ادائي، اوكي اكيد لما يكون قدامك فنان ونجم في مشهد فهذا معناته انت راح ترتفع معاه في سقف الاداء، توصلون المشهد صحيح للمشاهد، عكس اذا كان فنان مبتدئ او تكون خبرته شوي نوعا ما قليله. دائما يقول لك الحي يحييك، فأنا أكيد راح أدور على الشخص اللي يحيي المشهد، يحيي المسلسل. أميرة محمد أنت متهمة بافتعال الضجة بالسوشيال ميديا بمواضيع لم تحدث من الأساس. مثل موضوع السرقة بلندن.
شوف موضوع السرقة أساساً أنا لين اليوم صارت عندي أزمة من موضوع السرقة، لين اليوم ما أقدر ألبس أي شيء في يدي، لا سوارة ولا أي ساعة، لأن هذا الإيد اللي باقت من الساعة. ما راح أسوي أنا هذه الضجة وقت اللي باقوا ساعتي أساساً، مو أنا اللي كنت أصور، كانت معاي زميلتي نجوى، فنانة البحريني نجوى، فهي اللي كانت تصور وهي اللي سوت. في جتني من ناس قريبين مني، لما كان داعي هذا الشو اللي سويتيه يعني. سويت شو وقتها؟ ما كان في شو، بس هي صورتها يعني السناب الحين احنا موجود معانا في كل لحظة. فلما تمت، لما باق ساعتي جت الشرطة، خذوا البصمات، كل الأشياء هذه هي صورتها. وين في الشو؟ وين الشو في الموضوع؟ تضارب الأقاويل، لأن مرة سحبت من إيدك، مرة السيارة في مجموعة كانت قاعدة. لا أنا كنت أتمشى مع نجوى وبركب السيارة ويا الشخص، حتى أساسا ما شفت وجهها، يعني كان موقف في ثواني كلها اللي صارت. هذا كان رد أميرة محمد على الاتهامات. مشكورة أميرة. Thank you. أنا الفنانة أميرة محمد أقر وأعترف على كل كلمة قلتها في هذا اللقاء.